السلام عليكم. الفرعين الآخر أيضا يتكون من فرعين. الفرع الأول write the comments to draw shape A by using AutoCAD program. المطلوب إذا هو رسم هذا الشكل A، ينطيني إياه بالسؤال وينطيني بعد عدة معلومات اللي مثلا هي start point 0 0، الزاوية هنا هو اللي مفتر بها 45، الأبعاد هي 6. ثم الفرع الثاني write the modified comments with details to convert shape A to shape D. بعد ما أرسم هذا بالبرنامج الأوتوكاد راح أستخدم أوامر modified حتى أحوله من A إلى D، طبعا مرورا بالحالتين ال B وال C. إذن هسه أبدي برسم الشكل باستخدام أمر align. Enter. Specify first point، بنطينيها هي 0 0، ثم Enter. هسه أبدي بأول ضلع اللي هو at 6، زاوية عندي أول وحدة 45، ثم at 6 زاوية 135، Enter. بعد كل خطوة Enter. ثم at 6 الزاوية هنا عندي 225، Enter. الزاوية الأخيرة هي 315، أو أقدر أقول له سي ثم Enter فراح ينطيني كلوز. هسه الرسم هذا الشكل عندي، أخذه هنا أنا استنسخه حتى أجري عليه أول عملية تغيير، اللي هي هنا طالب مني إنه أقوس هذه الضلعين، ونصف القطر منطيني إياها 3، فإذا أستخدم أمر الفلت F Enter. هنا أنا بالفلت راح يطلب مني select first object or undo polyline radius trim. هنا أنا محتاجة الراديوس اللي هو R، أنطي وإنتر. زين، إيش قد قيمة هذا الراديوس؟ هو 3، هم إنتر. أوكي، هسه يقول لي specify أو select first object هذا، ثم select next object هذا الثاني. إذن أختار الضلعين وأنطي بعدين إنتر، يعني الضلع الأول إنتر بعدين الضلع الثاني إنتر، يطلع لي هذا الشكل المطلوب اللي هو B. هسه مرحلة السي هي أدور هذا الشكل بتكون بحيث هاي الزاوية اللي هي 90. أيضا راح أخذه وأنطي كوبي، أستنسخه لغرض إجراء عليه عملية التغيير. هسه بالنسبة لهذا أمر فلت طبقناه بالحاسبة، لكن إذا أريد نكتبه حسب هذا الدايجرام راح أنطي كومنت فلت ثم انتر ثم select first object بعدين انتر بعدين أنطي R اللي هو radius ثم انتر، أنطي قيمة الراديوس سواء 3 4 2، أي radius هو منطينيها بالسؤال يتغير طبعا، ثم انتر بعدين select first object، أختار الضلع الأولاني اللي أريد أسوي له فلت ثم انتر بعدين select second object، أختار الضلع الثاني ثم أيضا إنتر، فراح تكون عندي هذه النتيجة. هسه حتى أحوله لهذا أو أدوره أحتاج أمر الروتيت R O، واللي هو أيضا موجود بالموديفاي هذه الإشارة إله. أنا راح أكتب R O ثم إنتر. هسه هنا يقول لي select objects، اختاريته هو شكل واحد اختاريته، إنتر ثاني. Specify face point، هنا ال face point أنا هنا عندي من الشكل الأصلي ما راح أتلاعب بي، أتلاعب بهذه، فأنطي هذه ال base point اللي هي بالأصل 0 0، وراح أنطي زاوية 45 حتى يفر لي عدل، فإذا طلب مني زاوية أنطي 45 ثم إنتر. هسه افتر عندي الشكل مثل ما مطلوب بالسؤال، شوية أحركه. أوكي، هسه كملت هذه المرحلة B و C. هسه عندي مرحلة D، أخذ هذا الشكل أيضا أستنسخه حتى أجري عليه عملية الأري، هو يريد بهاي المصفوفة اللي هي من عامودين وصفين، فإذا أنطي أمر الأري وأنطي إنتر. هنا راح تظهر لي هذه النافذة، أو المفروض أيضا تنكتب هنا الأوامر
فأول أمر يحتاجه من عندي هو select object، بعدين راح ينطيني كم عدد الكولومات اللي أريدها أكتب له، ثم أنتر. بعدين distance between columns، هنا الدستنس منطيني إياها 10 هو بالسؤال، ثم أنتر. ثم الرو، إيش كم رو عندي؟ هم أيضا 2. بعدين distance between rows اللي هي 9 منطيني إياها بالسؤال، بعدين أنتر. فإذن هسه أجي أطبق. select object enter. هسه مثل ما قلنا راد مني عدد الكولومات هي 2، كتبت له راد مني المسافة بين الكولومات هي 10، ثم راد عدد الروز 2، المسافة بين الروز هي 9، والزاوية إذا كان بها تغيير هنا هي باقية 90، ثم أنطي أوكي. إذن هنا هسه هو كرر لي هذه الشكل مثل ما أنا أريد. هنا أنا شوي أزحف حتى المراحل تبين. إذن بقى بس أسميها إنه هذه A B C وهذه النهاية D، وهنا أيضا أتحقق من الميد بوينت، للميد بوينت هي 10 عموديا، أما أفقيا فهي 9. إذا هاي الأوامر اللي هي فلت والروتيت والأري هنا كتبناها كدايجرام. أول واحد مثل ما قلنا هو الفلت، أنطي أمر الفلت enter select various object enter، ثم الراديوس enter قيمة الراديوس شقد، بعدين enter select various object أختار الضلع الأول، بعدين enter select الضلع الثاني، ثم enter حتى ينطيني هذا الشكل المطلوب. أما أمر rotate أنطي rotate بعدين enter select object، هنا أنا اختاريت كل الشكل حتى أنا لأن أريد أفره كله. specify base point أنطيت البيس بوينت، سواء أنا أقدر أنطيها بالماوس أو أقدر أنطيها إذا كان هو الشكل start point هي نفسها فأقدر أنطيه إياه، ثم أنتر. بعدين الأنجل اللي هي الزاوية اللي أريد أفر بيها، بعدين أنتر أيضا أنطي هذه الزاوية اللي هي 45، ثم أنتر فأفتر لي بالشكل اللي أريده. آخر إعاز اللي بالموديفاي هو الأري اللي نفذته، هذا أري ثم أنتر select object أسلكه كله، بعدين enter، ثم راح يطلب مني columns أقول له enter، ثم عدد الكولومات هنا 2 enter، بعدين distance between columns اللي هي 10 enter. هسه هنا طلب مني rows، وذا بالأوامر أنا أكتب له R أو column حتى ينطيني columns و rows، وبعدين هنا rows عندي 2، distance between rows هي 9 حسب الرسم. طبعا هنا رايد هو 2 × 2، ممكن يصير الكولومز 9 ممكن يصير الروز بنفس الوقت 6، فيعني هو مو رقم ثابت، ثم انتر فيطلع لي هذا الشكل المطلوب. يعني بالكتابة من ده احل السؤال امشي على هذه الخطوات وهذا الدايجرام. اذا لهنا هسه انتهى حل هذا السؤال ورسمناه مثل ما هو مطلوب. هنا هم حتى نتحقق من الأبعاد اللي أنا رس، هاي طبعا أثناء التطبيق بالكتابة هي ما نحتاج إحنا نكتبها. هنا أنا هذه الزاوية 90 هذه، فإذا الرسم صحيح، هاي بحالة إنه أريد أتحقق من الأبعاد والتنفيذ مالتي.